صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح التفاؤل، صباح البناء، صباح العمل، يوم جديد في هذا الصباح. وزي ما احنا متعودين مع حضراتكم دايما عندنا موضوعات جديدة ومتجددة. من ضمن موضوعاتنا النهاردة هنتكلم عن بعد 21 عام من وضعها على قائمة التراث المهدد بالخطر من قبل اليونسكو، موقع آثار أبو مينا العجائبي بيعود إلى خريطة السياحة بالإسكندرية. يعني هذا الأمر أيضا يأتي في إطار جهود الدولة المصرية للاهتمام بهذا الملف وتنشيط السياحة بشكل عام بشكل يدعم الاقتصاد المصري في نهاية المطاف. عندنا موضوع آخر من ضمن موضوعاتنا اللي هنناقشها النهاردة، الاتصالات والتعليم، بتطلقان مبادرة أجبال مصر الرقمية اللي بتستهدف 3000 طالب على مستوى الجمهورية من جميع المدارس في إطار أيضا جهود الدولة المصرية لبناء مصر الرقمية وإطار التحول الرقمي اللي بيتم تطبيقه في مختلف المجالات، وبالتالي تأهيل هؤلاء الطلاب على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطويحها في خدمة قضايا التنمية في المجتمع. دي أبرز الموضوعات اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة، لكن عندنا فقرتنا الثابتة اللي احنا متعودين عليها دايما، عندنا فقرتنا الاقتصادية وفقرتنا الرياضية وقراءة في صاحبة الجلالة لأهم الموضوعات والعناوين اللي بيطلعنا بها الصحف المصرية، وكمان مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة حول العالم. فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. برحب بحضراتكم من جديد. وبالطبع هناك يعني جهود تبذل من الدولة لاستغلال الأمثل للموارد المائية، ومن بينها مشروع تبطين الترع في مختلف محافظات الجمهورية، وهنروح لمحافظة الشرقية وتتواصل عمليات التبطين هناك ضمن هذا المشروع القومي بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية. طبعا تم الانتهاء من تأهيل وتبطين 330 كيلو متر أطوال ترع من أصل 440 كيلو متر أطوال ترع بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه. وخلينا نشوف تفاصيل في سياق هذا التقرير. ما بين نظمري قديمة ومتهالكة وترع يعود تاريخ إنشائها إلى القرن التاسع عشر إبان حكم محمد علي باشا، مشروع قومي ينقل مصر نقلة نوعية وحضرية على مستوى تبطين وتأهيل الترع في إطار تبني الدولة لاستراتيجية تقوم على ترشيد استخدام المياه. ها هنا بمحافظة الشرقية على قدم وساق تتسارع الخطى والجهود نحو إنجاز ما يقرب من 330 كيلو متر أطوال ترع من أصل مستهدف يقترب من 440 كيلو متر بتكلفة تتخطى المليار ونصف المليار جنيه. بصدد تنفيذ 14 عقد عملية تأهيل ترع لتأهيل 23 ترع بإجمالي أطوال 100 كيلو متر بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه. تم تنفيذ حوالي 60% حتى الآن، وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ هذه الترع ودخولها حيز الخدمة. بنبدأ نشكل الميل على حسب التصميم اللي معمول للقاع، بعد كده بنبدأ ننزل الدبش في القاع، نبني القاع اللي عندنا هنا سمك 30 سم حسب المواصفات، ونبدأ بعد كده نشكل في الميل زي سعادتك ما انت شايف بالوضع الموجود، وبعد كده بنبدأ نشتغل بعد ما بنخلص مرحلة الدبش على القاع والميول، بنبدا في تشكيل بالخشب، بنبدا نشكل حسب التصميم، بنعمل الخشب بتاعنا ونبدا في مراحل صب الخرسانه الجاهزه. فوائد ومزايا اقتصاديه عده يحققها المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع على مستوى الحفاظ على موارد المياه وانشاء الطرق ووصول المياه الى نهايات الترع.
كان بيقابلنا صعوبات في وصول المايه زمان، انما دلوقتي بسم الله ما شاء الله الترع من اول ما بنفتحها في حوالي 10 ساعات بتوصل ل 20 كيلو، بل بالعكس احنا خفضنا دلوقتي بدل ما كنا بنديها فتحه يعني الترع ليها فم فبتتفتح على اقصى فتحه، لا دلوقتي بندي درجه اقل وعملنا درجات اقل عشان الترع معلش بيستحمل يعني المايه بقت بزياده وتكفي المنتفعين بالكامل. لو عندنا ميول طبعا زي حضرتك ما شفت في القطاع اللي قبل كده بيتم ضبط الميول بحيث ان الشغل يبقى ماشي مع بعضيه والجسور تبقى مظبوطه. هو المشروع الاكبر والاضخم في تاريخ مصر الحديث، مشروع تاهيل وتبطين الترع، سواء من حيث التكلفه الماليه او من حيث الحفاظ على مواردنا المائيه المحدوده وترشيد استخدام المياه والفوائد العديده التي يحققها بالنسبه للمنتفعين واصحاب الاراضي الزراعيه على مستوى توفير المياه على مدار العام، فضلا عن ايجاد طرق كثيرة ومتنوعة على ضفتي هذه الترعة. من محافظة الشرقية محمد عبد الصبور، النيل. نروح لموضوع آخر، حيث نظم متحف المركبات الملكية احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف اللي بيوافق 18 من شهر مايو من كل عام، وهو اليوم الذي حدده المجلس الدولي للمتاحف عام 1977 بهدف زيادة الوعي بأهمية المتاحف في تطوير المجتمعات. وأيضا في تفاصيل في هذا التقرير، أكثر من 30,000 متحف في حوالي 120 دولة يحتفلون باليوم العالمي للمتاحف لتقريب الثقافات وتعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب. لذا نظم متحف المركبات الملكية احتفالية كبرى لجذب انتباه جميع الفئات العمرية بدور المتاحف وأهميتها. نحتفل احتفال خاص بهذا اليوم العالمي. طبعا عندنا بعض الندوات، بعض الورش، بعض القطع اللي بتعرض لأول مرة، مركبة شربان طبعا للتنزه برضه طبعا باليوم العالمي للمتاحف بنحتفل بيه احتفال خاص. اليوم العالمي للمتاحف بنحتفل بيه في متحف المركبات الملكية، في بيبقى يوم زي يوم متنوع ثقافي وفني وكمان يوسفل بالنسبة للولاد الصغيرين. احنا طبعا كمتحف بنخاطب كل فئات الفئات العمريه في المجتمع. طبعا اداره المتحف نظمت جولات ارشاديه مجانيه للاطفال وطلبه المدارس بهدف توعيه النشء بوظيفه المتحف ودوره التربوي والتعليمي والثقافي في ترسيخ المعرفه بالتاريخ. عندنا الاحتفالات على مدار يومين، النهارده وبكره ان شاء الله بنعمل يعني ورش فنيه ريليتد للكوليكشن المتحفي، مش مجرد بنرسم او بنلون او بنعمل اي حاجه، هي بتكون ريليتد للقطع المعروضه في المتحف زي العربيه الالاي الخصوصي، بنشوف الحصان وايه مواصفات الحصان اللي كان بيطلع في الركبه الملكيه وايه الاكسسوارات اللي كان بيلبسها. السن الاكبر النهارده عاملين سلسله وفي ميداليه وبرش على شكل رشمة الحصان. نعمل ورش عمل للطلبة، بنعرفهم ازاي تاريخ بلدهم، لأسرة محمد علي والخديوي إسماعيل والإنجازات اللي عملها سلطان حسين كامل، الأمير يوسف كمال، الملك أحمد فؤاد. اليوم العالمي للمتاحف جاي أخد معلومة جديدة، أنا باجي كتير من هنا علشان أكتسب إن أنا أخد من كل حفلة بتحصل أو كل إيفنت بيتم، أنا باجي عشان أخد المعلومة وأكتسب معلومات عشان أشوف حاجات مصر وأثرها، عشان بحب مصر وأثرها وجاي هنا أتعلم أثر إيه هي أثرها ومعنى الأثر وأشوفها. ترجع فكرة إنشاء المتحف إلى عهد الخديوي إسماعيل، فهو أول من فكر في إنشاء مبنى خاص بالمركبات، ويعد المتحف واحدا من أعرق المتاحف النوعية على مستوى العالم، ويضم مجموعة من العربات الملكية المختلفة والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي. المتاحف ليست مجرد مزارات للتحف الفنية والأثرية، إنها ذاكرة حية لتاريخ البشرية وفضاء عالمي لحوار الثقافات والشعوب واستلهام رائع لعظمة الرواد. بسمة الشاعر، النيل. نروح مع حضراتكم لدار الأوبرا المصرية، وقدمت فرقة أساطير التانجو الأرجنتينية أولى حفلاتها في الأوبرا، واللي تضمنت عددا من التابلوهات الفنية التي تمزج بين الكلاسيكية والمعاصرة، وأيضا هنشوف تفاصيل هذا الحفل في هذا التقرير. رفع ستار المسرح الكبير بدار الأوبرا على أنغام التانجو الأرجنتيني لنستمتع بفرقة أساطير التانجو التي قدمت أفضل ما في فن التانجو من رقصات
وغناء وعزف على الآلات. سعيد بتواجدي هنا في دار الأوبرا المصرية لنقدم هذا العرض الفني الذي يعد من أهم عروض التانجو، لأنه يتناول رحلة الراحل بياتزولا. طورنا كثيرا في الموسيقى والرقصات والأداء على خشبة المسرح. يظهر من خلال هذا العرض الفني كل من الثقافة البرتغالية والأرجنتينية مع الحفاظ على روح التانجو الأصلي. إنه عرض بروح مختلفة، ستشاهدون رقصات تانجو تعبر عن جذورنا وتقاليدنا، ونركز على ما قدمه الراحل بيازولا من موسيقى التانجو المختلفة، وأنا سعيدة جدا بتقديم هذا العرض على خشبة مسرح دار الأوبرا. ويعتبر الثنائي ماريلا مالدونادو وبابلو سوسا من أهم راقصين التانجو على مستوى العالم لأكثر من 20 عاما. عمر حمزة، أنين. ما زلنا مع حضراتكم في أخبار أيضا الثقافة ودار الأوبرا المصرية، حيث تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية غدا فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطة تحت رعاية مجلس الوزراء، واللي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الشرقية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة حتى 22 من الشهر الجاري، ويضم 6 عروض فنية متنوعة. يعد مهرجان تل بسطة خطوة على طريق استمرار رسالة نشر التنوير، إعادة تشكيل الوعي والوجدان، ويأتي كنتاج لتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية في محور بناء الإنسان، حيث إن الفترة المقبلة تشهد تنظيم أحداثا فكرية وفنية متعددة بمختلف أرجاء مصر تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية. أيضا وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني أكد أن إقامة مهرجان تل بسطة يأتي استكمالا لأوجه التعاون المثمر والفعال بين وزارتي السياحة والأثار والثقافة، والتي من بينها حرصهما على إقامة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية لتشجيع السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لدى المصريين، بما يمثل أحد أهداف استراتيجية وزارة السياحة والأثار للتنمية المستدامة. نروح مع حضراتكم إلى تونس، وبتعمل حاليا مختبرات مديس التونسية بتصنيع أول بديل حيوي للأنسولين في تونس لعلاج داء السكري من النوع الأول، وهنتعرف على تفاصيل هذا الخبر بالطبع وهذا البديل للأنسولين من خلال هذا التقرير. أمل جديد لمرضى داء السكري من النوع الأول سيكون بديلا للأنسولين في تونس، حيث توضح المختبرات أن هذا الدواء الحيوي المصنع محليا يفتح آفاقا جديدة للمرضى بسبب توفره حاليا وسعره المعقول. في مختبرات مديس التونسية تقول نادية بن سعيد الصيدلانية المسؤولة عن مشروع التكنولوجيا الحيوية إن سعر الدواء 17 دينارا تونسيا أي 5.5 دولار، أي أن تكلفته أقل بنسبة 40% من العقاقير المماثلة المستوردة المتاحة. البيوسيميلار متاع ميديس هو أول بيوسيميلار مصنوع محليا في تونس، التصنيع ومراقبة الجودة متاعه زوز معمولين في تونس، التطوير متاعه صار على مدة 10 سنين، يعني هو تتويج متاع خدمة بديناها من عام 2012 كيف وقعنا في العقد مع الشريك متاعنا اللي قامنا بنقل التكنولوجيا. وجرى تطوير الدواء واسمه التجاري جلاراجين على مدار 10 سنوات، وأوضحت نادية بن سعيد أنه تم تصنيعه بالكامل ومراقبة جودته في تونس. وبحسب الإحصائيات الأخيرة فإن نسبة مرضى السكري في تونس تتمثل في حدود 21% من السكان. هؤلاء المرضى حياتهم ستتغير بهذا البديل الحيوي لأنه مصنوع محليا، كما تعمل الحكومة التونسية الآن على تطوير علاج آخر لمرضى السكري من النوع الثاني. من تونس للعراق، وباستخدام الألوان والخطوط الجريئة بتضيف المصممة العراقية جوانا أبو بكر لمسة جديدة على الملابس المستعملة، أملا في نشر الوعي بضرورة اللجوء إلى الأزياء المعاد تدويرها لحماية البيئة.
بدأت المعلمة البالغة من العمر 27 عام في إعادة تدوير ملابسها لعدم رغبتها في التخلص منها، ثم بدأت لاحقا في إعادة تصميم ملابس أصدقائها حتى أنشأت مشروعها الخاص والذي يتيح للزبائن فرصة إعادة تدوير ملابسهم المستعملة. تأسس المشروع عام 2020 في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تتواصل أبو بكر مع الزبائن وبتعرض تصميماتها للبيع. ينتقد النشطاء المدافعون عن البيئة صناعة الأزياء لاستخدامها المكثف للمياه والمواد الكيميائية، وتتعرض العلامات التجارية الكبرى لضغوط لتحسين سلاسل التوريد، تغيير الثقافة اللي أدت إلى أن ينتهي مصير الملايين من السلع والمواد في مدافن النفايات. نروح لموضوع آخر، حيث قدم مهرجان كان السينمائي في اليوم الأول من دورته 75 هذا العام مشهدين متباعدين من خلال استقباله مخرج روسي معارض والنجم الهوليودي توم كروز. وأيضا معنا تفاصيل هنتعرف من خلالها على ما تم خلال هذا المهرجان في هذا التقرير. في أول أيام دورته 75 قدم مهرجان كان السينمائي الدولي مشهدين متباعدين من خلال استقباله المخرج الروسي المعارض كيرل سيرينكوف والنجم الهوليودي توم كروز. المسابقة الرسمية التي تجمع بين السياسة والبهرجة المعتادة في هذا الحدث السنوي شهدت حضور المخرج الروسي المعروف بأفلامه الجريئة، حيث انطلقت المنافسة بعرض فيلمه تشايكو وايف. ويعتزم المهرجان توجيه رسالة قوية إلى روسيا من خلال عرض فيلم سيرينكوف في أول أيامه، غداة إتاحته منصة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجه كلمة عبر الفيديو خلال حفلة الافتتاح، فضلا عن إدراج عدد كبير من الأعمال الأوكرانية أو أفلام تتحدث عن أوكرانيا على البرنامج الرسمي، ومن بينها ماريوبول 2. وبعد غياب 30 عاما شارك النجم الأمريكي الشهير توم كروز بالمهرجان ليجد في استقباله حشد من الناس تجمعوا لإلقاء نظرة على النجم الذي يشارك في أكبر حدث سينمائي عالمي لأول مرة منذ 3 عقود. ويروج كروز للجزء الجديد من سلسلة توب جان الذي يتوقع أن يحظى بإقبال كبير لدى عرضه في مهرجان هذا العام الذي يستمر حتى 28 من الشهر الجاري. ومع صعود كروز على السجادة الحمراء يستكمل المهرجان تقليده المرتبط بالتألق، إذ تستقبل سجادته الحمراء كالعادة كوكبة من النجوم والمتخصصين في الموضة. في بريطانيا حضرت الملكة إليزابيث ملكة البلاد ختام عرض خيول احتفالا بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش، واستقطب ممثلين منهم نجم هوليود توم كروز والممثلة البريطانية هيلين ميرين. وتم نقل الملكة البالغة من العمر 96 عام بسيارتها الخاصة إلى منطقة في الهواء الطلق في أراضي قلعة ويندسور، حيث استقبلها ضابطان من شرطة الخيالة الكندية الملكية ساعداها على النزول من السيارة وسط هتافات من الحشود. قدم مغنون عروضا غنائية خلال العرض، وحاضرت الملكة جميع عروض الخيول في ويندسور منذ بدئها قبل 79 عاما، مما يعكس اهتمامها الشديد بسباقات الخيل وتربيتها. لم تظهر الملكة علنا سوى في عدد قليل من المناسبات منذ أن أمضت ليلة في المستشفى في أكتوبر الماضي بسبب مرض غير محدد، وبعد ذلك طلب منها أن تستريح من قبل الأطباء. منذ ذلك الحين تقوم بواجبتها إما عن بعد أو بصورة شخصية في مقر إقامتها بالقلعة. استمتع العديد من السياح باستراحة طويلة متأخرة في باريس بعد تجميدهم لخططهم لقضاء عطلة بسبب وباء كوفيد-19. يتوقع مكتب باريس للسياحة ازدياد الزيارات الأجنبية بمقدار أكثر من 5 أمثال في الفترة من مايو يوليو بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبشكل أساسي بيفضل السياح من أسبانيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.
ومع ذلك سوف يكون ذلك الأمر أقل بنحو الثلث من مستويات ما قبل الوباء جزئيا بسبب عدم توقع عودة السياح الأمريكيين والأسيويين بأعداد كبيرة بعد. كما شهد ملاك الفنادق زيادة كبيرة في الحجوزات في الربيع الحالي مع وصول النشاط الإجمالي قرب مستويات ما قبل الجائحة في أبريل، وكذلك التفوق على أرقام عام 2019 بمقدار 3.1% خلال عيد الفصح، وذلك وفقا لإحدى الشركات الخاصة في استشارات السوق. من ضمن أخبارنا أيضا الخفيفة، زودت سلطات حديقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية زرافة عمرها 3 أشهر بدعامة في الساق لتصحيح تشوه طرفي، وتم تزويد الزرافة الصغيرة بدعامة تقويمية لساقها الأمامية لتصحيح هذا التشوه الذي جعل من الصعب عليها الوقوف والمشي كما نشاهد في هذه الصور بالطبع. صنعت هذه الدعامة من الجرافيت الكربوني والمزخرف بنفس لون ونمط جسم الزرافة للسماح لها بالاندماج مع محيطها. وقال تحالف سان دييغو للحيوانات البرية في بيان إنه بدون هذا العلاج كانت فرص بقاء الزرافة ميستوني على قيد الحياة ستصبح ضعيفة للغاية. دي كانت مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المختلفة حول العالم. هنتابع مع حضراتكم بعد الفاصل الوقفة الرياضية، ومن بعدها هنتابع أيضا مجموعة من النشاطات في أيروبكس، ونبدأ معكم جولة جديدة في هذا الصباح. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم كابتن احمد عاصم، هقدم لكم النهارده تمارين للابر بادي، اشوفكم بعد الفاصل. هنبدا اول تمرين مع بعض هيكون بوش ابس الضغط. هنكون بص اول طبيعيه هتكون بالطريقه دي، نحط ايدينا جنب كتفنا وافرد رجلي تمام، وهنزل بالطريقه دي واطلع. التمرين ده هيكون معانا 3 مجاميع في 15 عد. لو مش عارفين تلعبوا بالطريقة دي ممكن نحط ركبتنا على الأرض وننزل برضو بإيدينا كده ونلعب بوش أبس. تمام؟ تاني تمرين معانا هيكون بلانك، هيكون بالطريقة دي، هنزل برضو احط كوعي على الارض وافرد رجلي ويبقى باصص لقدام. التمرين ده 3 مجاميع في 30 ثانيه. ظهري اهم حاجه يكون مفرود. ثالث تمرين معانا هيكون سوبر مان. هتنام على الارض كده، افرد دراعك لقدام، افرد دراعي لقدام وافرد رجلي واطلع بالطريقه دي. ثلاث مجاميع في 12 عدد. رابع تمرين معانا هيكون بلانك روتيشن، هيكون بالطريقه دي. يكون 3 مجاميع في 15 عدد. Change it and say.
وكده خلصت حلقتنا، ويا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم حلقه ثانيه باذن الله.